صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى الك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا, يا, يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ورد في زياره سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين اللهم اني اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك اكرمته بكرامتك وختمت له بالشهاده وجعلته سيدا من الساده وقائدا من القاده هذا المقطع الوارد في بعض الزيارات المخصوصه لسيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام وصف فيه الامام بوصف الثائر وصفيك الثائر بحقك وهو من النصوص القليله التي ورد فيها هذا الوصف اذ في اغلب الزيارات توصف حركه الامام الحسين سلام الله عليه بانها دعوه ودعوت الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لكن في هذا النص وصف الامام سلام الله عليه بالثائر ولذلك انطلاقا من هذا النص نستلهم عنوان محاضرتنا الحسين ثائرا اي الحسين حال كونه ثائرا وحديثنا حول هذا العنوان يقع ضمن ثلاثه محاور في المحور الاول نتعرف على معنى الثوره في مفهومها العام ماذا تعني هذه اللفظه وفي المحور الثاني نقف مع بعض النظريات والاتجاهات التي تتحدث عن حقيقه الثوره يعني حينما تقع ثوره من الثورات ما الذي يجري هذه النظريات تحاول ان تتعرض الى هذا المعنى وفي المحور الثالث وهو المقصود والمغروض من هذه المحاضره فهو اهم المحاور نتحدث فيه حول حقيقه الثوره الحسينيه يعني الحاله الثوريه التي حصلت في مشروع الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تتعين في اي جهه ونطرح هناك ايضا عده نظريات حول الثوره الحسينيه تعالوا الى المحور الاول مفردة ثورة ماذا تعني؟ الثورة في مفهومها العام ماذا تعني؟ في الواقع حينما نرجع إلى كتب اللغة وكتب التراث التراث الإسلامي على وجه التحديد لا نجد أن هذه المفردة متداولة بشكل كبير يعني كتب السيرة وكتب التأريخ من النادر أن تستعمل مفردة الثورة اذا اراد المؤرخون ان يصفوا المشاريع الثوريه او الحركات التي وقعت في تاريخ المسلمين عاده لا يستعملون هذه المفرده فيظهر انها مفرده حديثه الطرح في الكتب القديمه غالبا ما يعبرون عن الثورات التي وقعت والحركات التي حصلت في التاريخ الاسلامي اما بمسمى الظهور ها يعني مثلا اذا ترجع الى تاريخ الطبري حينما يمر بثورة المختار او ثورة التوابين يعبر وفي هذا العام ظهر المختار الثقفي ويصف الاوضاع التي جرت وكيف ان المختار تحرك فإذا يعبر عن حركة المختار بالظهور لا يعبر عنها بالثورة بل الوصف الدائب والدارج بكثرة في كتب المؤرخين التعبير عن الثورات بالخروج ولعل هذا المعنى ناشئ عن ان كتب التاريخ في الاغلب الاعم كتبت ضمن هوى السلطه هوى الامويين والعباسيين باعتبار ان كتب التاريخ دونت في تلك الفتره فباعتبار ان العباسيين والامويين يعتبرون من يخرج في وجههم خارجي خرج على امام زمانه خرج على خليفه زمانه بل راينا هذا الوصف وصف به الامويون حتى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك داب المؤرخون على وصف الحركات بانها خروج ها؟ بل نجد في بعض الاحيان يستعملون وصف الفتنه الفتنه التي حصلت مثلا فتنه البرامكه في ايام العباسيين ونجد هذا المصطلح ايضا استعمله الطبري وابن الاثير حينما وصف حركه المصريين في ايام الخليفه الثالث قال الفتنه التي وقعت في ايام الخليفه اذا فمصطلح الثوره يكاد يكون مهمل في كتب التاريخ وفي كتب التراث فهو مصطلح ليس متداول في الادبيات الاسلاميه وهذا المعنى أيضا ينطبق على المعاجم اللغوية المعاجم اللغوية إذا نرجع إلى أي معجم لغوي لمفردة ثارة أو ثاء وراء نجد أنهم يأخذون هذه اللفظة إلى سياقات ومعان أخرى يعني مثلا إذا تفتح لسان العرب لابن منظور يقول ثار الغبار بمعنى سطع وبابه يعني ظهر لونه والثائر هو الغضبان ثارت ثورته وفارت فورته إذا غضب وثور الشر بمعنى أهاجه فإذا لفظة ثورة في معاجم اللغة تؤخذ إلى المعنى اللغوي البحت ولا نجد إشارة إلى الثورة بمعناها المتداول والمتبادر في أذهاننا اليوم وبالتالي مصطلح الثورة في الواقع يعني مصطلح كما المحت قليل التداول في كتب التراث وهذا المعنى ايضا نجده حتى في تراث اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قليل نجد وصف الثوره حتى لحركه الامام الحسين سلام الله عليه يعني هذا الوصف كما هذا الوصف كما ذكرت ورد في نصوص قلائل منها النص الذي استفتحنا به والا في الاغلب الاعام يعبر عن حركه الامام الحسين بانها دعوه دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأحيانا يعبر عنها بالمجاهدة كما ورد في زيارة الناحية فلما اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار وبالتالي فعلا مصطلح الثوره بمعناه المتداول كما اشار بعض الباحثين هو مصطلح نشا في العصور المتاخره اشار صاحب كتاب الثوره والقابليه للثوره الى ان هذا المصطلح مصطلح نشا حديثا هو في الواقع موجود في التراث الاسلامي لكن في حالات نادره جدا منها هذا النص الذي استفتحنا به والا فهي كما قال هذا الباحث مصطلح حديث النشوء وحينما ننتقل ايضا الى الادبيات الاخرى والثقافات الاخرى الثقافات الغربيه ايضا نجد ان الباحثين يؤكدون على ان هذا المصطلح لم ينحت ولم يسك الا في العصور المتاخره ولعل اول من استعمل مصطلح الثوره هو كوبرنيكوس حينما طرح نظريته الفلكيه التي تعتبر تغير في النظام الفلكي البطليموسي الذي كان سائدا قبل كوبرنيكوس كوبرنيكوس اكتشف ان الشمس هي مركز الكون هي مركز المجموعه الشمسيه في حين بطليموس في نظريته السابقه التي سادت عصور كثيره كان يفترض ان الارض هي مركز الكون كوبرنيكوس لما طرح هذا الكشف الفلكي عبر عنه بانه ثوره علميه والف كتاب تحت عنوان ثوره الاجرام الفلكيه بعض الباحثين يقول اول من استعمل مصطلح الثوره هو كوبرنيكوس ثم صار المنظرون الغربيون ينظرون لهذه المفرده ونقلوها الى سياقات اخرى، ثورات اجتماعيه، ثورات سياسيه، ثورات من نمط اخر ولذلك يعرف علماء الاجتماع مصطلح الثوره في معناها العام في الثقافه الغربيه بانها حاله فجائيه ومباغته تقع في المجتمعات يترتب عليها نقله نوعيه في الوسط السياسي والوسط الاجتماعي وربما الوسط الثقافي والوسط الاقتصادي اذن جوهر التعريف الذي يطرحه الغربيون حول مفرده الثوره ومصطلح الثوره انها امر فجائي مباغت ويحدث نقله نوعيه على بعض المستويات كالمستوى الاجتماعي او المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي، ومن هنا ينوعون الثوره الى انواع فهناك الثوره السياسيه ويضربون مثالا عليها بالثورة الفرنسية التي وقعت ونشأ عنها تغير في الأنظمة السياسية في المجتمع الأوروبي بشكل عام بل المجتمع الغربي عامة أه؟ وأيضا يقولون من أنواع الثورة التي قد تفوق في أهميتها الثورة السياسية هي الثورة الصناعية والثورة الصناعية نقلة في المستوى الصناعي وغالبا ما تطلق على الثورة الصناعية التي وقعت في انجلترا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي حينما اخترعت الآلة البخارية ومنها حصلت نقلة نوعية في الصناعة في انجلترا ثم تعممت في اوروبا بكاملها وشهدت اوروبا ثورة صناعية كبيرة انتقلت الى الاقطار الاخرى الى ان وصلت الى امريكا. ثم حصلت ثورة صناعية اخرى يعبر عنها بالثورة الصناعية الثانية في أمريكا حينما اخترعت واخترعت الآلات الصناعية الضخمة وافتتحت المصانع العملاقة خصوصا بعد انشاء الصناعات النفطية صناعات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية هذه أيضا نقلة نوعية على المستوى الصناعي أطلق عليها المصطلحون في علم الاجتماع مسمى الثورة الصناعية الثانية ويشير علماء الاجتماع إلى أن الثورة الصناعية أهم من الثورة السياسية لأن الثورة الصناعية لا تقتصر على بقعة جغرافية معينة الثورة السياسية حينما تقع يكون أثرها في البقعة الجغرافية التي وقعت فيها لكن الثورة الصناعية إذا حصلت يكون ارتدادها وأثرها يشمل العالم بأجمع ولذلك رأينا أن النقل النوعية في الصناعات سواء في الثورة الصناعية الأولى أو الثورة الصناعية الثانية أثرها عم المجتمع الإنساني برمته لأن الصناعة أمر ينشدها المجتمع البشري بكامله، إذا ففي نظر علماء الاجتماع الثورة الصناعية أهم من الثورة السياسية. نوع ثالث أيضا من الثورات ما يعبر عن بالثورة العلمية وهذه الثورة ايضا يقولون اهم من الثوره الصناعيه لماذا لان الثوره العلميه هي الماده التي تمد الصناعات يعني حينما يحصل كشوف علميه جديده خصوصا في العلوم الطبيعيه تتاثر الحاله الصناعيه لان الصناعه تستمد معارفها من الثورات العلميه العلوم الفيزيائيه والعلوم الكيميائيه وما شابه وبالتالي يعتبرون الثورات العلميه اهم من الثورات الصناعيه، ولعل كما المحنا اول استعمال لمصطلح الثوره كان في الثورات العلميه اذ استعمله كوبرنيكوس ليشير بذلك الى النقله النوعيه التي حصلت في علم الفلك، ثم صار يستعمل هذا المعنى في كل نقله علميه تحصل في العلوم الطبيعيه، فاطلق مثلا على الفيزياء التي اسسها نيوتن حينما اكتشف قانون الجاذبيه العام والقوانين الاخرى ايضا التي طرحها قوانينه المعروفه في الفيزياء سميت هذه ايضا ثوره فيزيائيه باعتبار ان النظام الفيزيائي اصبح يستند على الاسس التي وضعها نيوتن ثم حصلت ايضا ثوره في هذا السياق مره اخرى حينما اكتشف اينشتاين او طرح اينشتاين نظريته النسبيه الخاصه والعامه واخيرا ايضا حصلت ثوره في العلوم الفيزيائيه حينما اكتشفت الفيزياء الكموميه فيزياء الكم نقلت النظام الفيزيائي من نظام اينشتاين ونظام نيوتن الاسباق الى نظام فيزيائي جديد يعتمد على قوانين الكم اذا فنوع اهم من الثورات هو الثوره العلميه ايضا احيانا يطلق على النقلات النوعيه التي تحصل في الشؤون الزراعيه ثوره زراعيه او الثوره الخضراء كالثوره التي حصلت في الهند عام 1966 تعرف بالثوره الخضراء او الثوره الزراعية وهكذا كلما حصلت نقلة نوعية في شأن من الشؤون العلمية أو الاجتماعية أو الصناعية يطلق على هذه النقلات النوعية المفاجئة مسمى الثورة ولذلك نسمع اليوم مثلا عن الثورة التكنولوجية حينما حصل تقدم في علم التكنولوجيا اليوم أيضا تطرح ثورة الاتصالات حينما حصلت نقلة نوعية في وسائل الاتصال وهكذا نحن اليوم نترقب ما يعرف بثوره الذكاء الصناعي او ثوره انترنت الاشياء الذي يعبر عنها بالجيل الخامس في عالم الاتصالات حينما تربط كل الاشياء بالانترنت وتربط بالاجهزه الذكيه اذن فالثورات لها انواع مختلفه الضابطه العامه فيها حصول النقله النوعيه في اي فن من الفنون وفي اي جانب من جوانب الحياه وأحيانا أيضا إذا حصلت ثورة علمية تصاحبها ثورة ثقافية، الثورة الثقافية يقولون هي أمر عام قد يرافق ثورة سياسية، قد يرافق ثورة صناعية، قد يرافق ثورة علمية، قد يرافق ثورة تكنولوجية. ثم اذا اجتمعت كل هذه الانماط بحيث حصل في المجتمع الانساني ثوره ثقافيه وثوره علميه وثوره صناعيه وثورات اجتماعيه يعبر عن ذلك بالثوره الحضاريه، ولعلنا في وقتنا المعاصر هذا نعيش ما يسمى بالثوره الحضاريه باعتبار ان الحضاره الانسانيه حصلت فيها نقله نوعيه لم تحصل على مر التاريخ، اذا الى هنا اخذنا فكره عامه عن المقصود بالثوره في مفهومها العام تعالوا الى المحور الثاني نتحدث فيه عن حقيقه الثورات هنا في الواقع علماء الاجتماع اثاروا تساؤلا ما الذي يحصل حينما تقع ثوره من الثورات ثوره اجتماعيه او ثوره سياسيه او ثوره صناعيه او ثوره علميه وفي صدد الاجابه عن هذا التساؤل يوجد اتجاهان الاتجاه الاول يرى بان الثورات لا تحصل بشكل مفاجئ وانما تحصل نتيجه تراكم هذا التراكم هو الذي يولد هذا الجانب يعني مثلا اذا تحدثنا عن الثوره العلميه او الثوره الصناعيه فهذا فهذا الحدث وهذه النقله التي حصلت لا يمكن النظر اليها على انها حصلت بغته من دون سابق اسباب وعوامل، لا، هناك حاله تراكميه ولدت هذه النقله العلميه او هذه النقله الصناعيه او حتى هذه النقله السياسيه، ولعل من انصار هذا الاتجاه او اول من اكد عليه صاحب كتاب بنيه الثورات العلميه توماس كون. هناك يتحدث عن النظره التقليديه أن العلوم تحصل نتيجة حالة تراكمية ثم يطرح يعني بعد طرح إشكالات وتساؤلات يخلص إلى أنه صحيح لا يمكن فصل التراكمات العلمية عن النقلات التي حصلت في بنية العلوم الطبيعية يعني يقول مثلا نيوتن لا يمكن القول بأنه هو الذي أحدث الثورة الفيزيائية وإنما كان قبله خبرات ونظريات علمية طرحها فيزيائيون سابقون على نيوتن نيوتن كان هو النتيجة النهائية لت تطور هذه المعارف كذلك اينشتاين حينما طرح نظريته النسبيه هذه النظريه ايضا نشات نتيجه خبرات سابقه وتراكمات علميه ولدت هذا التصور عند نيوتن لكن هذا لا يسلب آه, نيوتن واينشتاين الاسهام الكبير الذي ساهم به هذا المعنى يمكن تعديته أيضا إلى أنماط الثورات الأخرى الذي طرحه توماس كون في كتابه بنية الثورات العلمية وأن الثورات تحصل نتيجة حالة تراكمية يمكن تعدية هذا المعنى أيضا إلى الثورة الصناعية الصناعات لا يمكن أن تقفز من دون أن يكون هناك تراكم في الخبرات وكذلك الثورات السياسية والاجتماعية لابد أن يكون هناك حالة تراكمية يعني مثلا اذا تحدثنا عن الحاله الصناعيه في اوروبا او الثورات التكنولوجيه التي نعيشها اليوم لا ريب ان لها سوابق خبرات تراكمت ولدت هذا النتاج العلمي وهذا النتاج الصناعي الجديد اذا فالاتجاه الاول يرى بان الثورات تحصل نتيجه حاله تراكميه ولا تحصل بغته ويمكن ان ندرج نظريه الباحث البريطاني المؤرخ المشهور والمعروف اريك هوبزباوم في ضمن هذا الاتجاه صاحب كتاب عصر الثورات في اوروبا اذ ان هذا الرجل قام بدراسة الحالات الثورية التي نشأت في المجتمع الأوروبي وألف موسوعة ترتبط بهذه الثورات، هذه الموسوعة إذا ترجع إليها تجد أن الرجل يطرح نظرياته في سياق هذا الاتجاه، يعني يتبنى الحالة التراكمية ولذلك ألف عدة كتب كل كتاب يصف عصرا من العصور الاوروبيه التي هي في الواقع حاله تراكميه، هناك كتاب اول عصر الثوره، كتاب ثاني عصر راس المال، كتاب ثالث عصر الامبراطوريه، كتاب رابع عصر التطرف وكانما هذا المؤرخ البريطاني يؤمن بان هذه الثورات تعود الى حركه التاريخ متاثر بالطرح الذي طرحه هيجل وماركز. من ان هناك صيروره وسيروره تاريخيه وحتميات تاريخيه فاذا هذه الثورات السياسيه والاجتماعيه انما هي وليده تراكمات ونتيجه حركه تاريخ حتميه لابد ان تقع، اذا الاتجاه الاول يؤمن بان حقيقه الثورات هي حاله تراكميه ولا يمكن ان تحصل بغته. في المقابل يوجد اتجاه اخر يؤمن بأن الثورات تحصل في حالة مباغتة أه؟ ولعل علماء الاجتماع الذين نقلنا عنهم تعريف الثورة في المحور الأول يؤمنون بهذا الاتجاه ويمكن أيضا إدراج نظرية الكاتب والمؤرخ الأمريكي كراين برايتن ضمن هذا الاتجاه صاحب كتاب ثورات قلقة نقل هناك نظريات عديدة لمنظرين في هذا المجال من اهمها نظريه كراين برايتن كراين برايتن يقول بان اي ثوره تمر بمراحل لكن الملفت للنظر ان هذه المراحل التي يذكرها يشير فيها الى مرحلتين مهمتين جدا المرحله الاولى ما يعبر عنها بمرحله التنافر والتناقض الطبقي ويضرب مثال بما حصل في فرنسا يقول الثوره الفرنسيه نشات نتيجه التنافر الطبق الذي حصل في المجتمع الفرنسي كانت هناك طبقه ثريه من الارستقراطيين الذين يملكون رؤوس الاموال وفي المقابل هناك طبقه كبيره وواسعه من الفقراء والمعدمين الذين يمثلون السواد الاعظم من المجتمع الفرنسي فحصل حاله من التنافر بين هذه الطبقه والطبقه العامله يقول اللي حصل المرحله اللاحقه بعد مرحله التنافر الطبقي تتحقق مرحله اخرى يعبر عنها بمرحله انهيار البنيه القائمه يقول فحصل انهيار في البنيه الاجتماعيه الفرنسيه وفي البنيه الاقتصاديه وبنيه الثروه والاقتصاد الفرنسي يقول نشا عن ذلك انه قامت الثوره فتحرك اولئك الفقراء في وجه هؤلاء ولذلك تعرف الثوره الفرنسيه بثوره الجياع اذا وفق هذه النظريه فيرى اصحاب هذا الاتجاه بان الثورات تحصل بغته، على كل حال هذا المحور ايضا ليس مهم كثيرا انما طرحناه تمهيد للمحور القادم وهو الاهم في محاضرتنا حديثنا حول الثوره الحسينيه صلوات الله وسلامه على ابي عبد الله، زين. الثوره الحسينيه لا ريب اننا كما لاحظنا في النص نصف الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه ثائر لكن يطرح تساؤل مهم ما هي حقيقة الثورة الحسينية؟ يعني نحن حينما نتكلم عن أن الحسين نهض بثورة شنو حقيقة الحالة الثورية التي حصلت في مشروع أبي عبد الله الحسين؟ ها هنا في الواقع توجد عدة نظريات وعدة أطروحات نعرضها تباعا النظرية الأولى وهي النظرية السائدة التي تعتبر ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه ثورة سياسية الإمام تحرك في وجه يزيد بن معاوية ورفض بيعة يزيد ونتج عن هذا الرافض ما آلت إليه الأحداث التي انتهت بشهادة الإمام الحسين فإذا المشروع الذي قاده الإمام الحسين مشروع سياسي وبالتالي ثورة الإمام الحسين ثورة سياسية هذه النظرية في الواقع وإن كانت سائدة لكن نقول لا يمكن قبول اختصار المشروع الإمام الحسيني فقط في الثورة السياسية خصوصا أننا إذا نرجع إلى النص الذي تلونا وصفيك الثائر بحقك يعني الإمام الحسين سلام الله عليه ثار بشيء ولم يثر في وجه شيء الثورة السياسية ثورة في وجه يزيد أما النص هنا يعبر بأن الإمام الحسين ثائر بشيء ثائر بحقك يعني هناك حق يكتنهه الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلامه عليه يتمثل في منصب منصب الإمامة ثار بهذه الإمامة فإذا هذا المشروع الحسيني أكبر من أن يحجم في ثورة سياسية نعم وجه من وجوه المشروع الحسيني أنه قاد ثورة سياسية في وجه يزيد بن معاوية هذا واضح لكن لا يمكن اختصار المشروع الحسيني واختصار الحاله الثوريه الحسينيه فقط في قضيه الثوره السياسيه اذا فالنظريه الاولى وان كانت صحيحه بوجه من الوجوه لكن لا يمكن اختصار المشروع الحسيني في وجه واحد وهو الوجه السياسي ومن هنا ناتي الى النظريات الاخرى النظريه الثانيه تقول بان مشروع الامام الحسين وثوره الامام الحسين هي ثوره امه وليست ثوره فرد يعني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما تحرك في وجه يزيد بن معاوية لم يكن تحرك الإمام الحسين مقصور على شخصه وعلى الثلة المحيطة به لا وإنما الإمام الحسين بحركته حرك الأمة برمتها ولذلك كل ما حصل من حين خروج الامام الحسين من المدينه وبقائه في مكه ثم تحركه الى العراق كانت عيون الامه ترقب الحراك الحسيني الامام في كل خطواته باعتباره سبط رسول الله صلى الله عليه واله والشخصيه الاهم في الامه كانت الامه تترقب هذا المخاض الحسيني ولذلك بمجرد ان استشهد الامام الحسين سلام الله عليه تحركت الامه بكاملها في وجه يزيد بن معاويه اذن فثوره الامام الحسين هي ثوره امه بمعنى ان الامام الحسين نجح في مشروعه في تحرير الإرادة المكبلة للأمة واستطاعت هذه الإرادة أن تنال يزيد بن معاوية وتسقط حكمه وحكم الأمويين من بعده وحكم المروانيين إذا فالإمام الحسين لا يمكن اختصار ثورته في فرد أو ثلة مؤمنة معه وإنما ثورته إذا أردنا توصيفها بشكل أدق فنقول هي ثورة أمة زين هذه النظرية نظرية جيدة النظرية الثالثة وهي النظريه التي نتبناها، نقول اذا اردنا ان نعطي عنوانا خاصا لثوره الامام الحسين، نحن نؤمن بان ثوره الامام الحسين لها اوجه عديده كما اشرت في نقاشنا للنظريتين السابقتين. لكن اذا اردنا ان نبرز الوجه الاهم في ثوره الامام الحسين فيمكن ان نختصر ذلك بقولنا: ان ثوره الامام الحسين هي ثوره الكلمه، شلون يعني ثوره الكلمه؟ التفتوا معي. الكلمه في واقع الامر هذه الالفاظ التي تخرج من الشفاه لها طاقه كبيره جدا خصوصا اذا كانت الكلمه كلمه الهيه، يعني كلمه يراد بها وجه الله وكان الشخص المتحدث بها مرتبط ومتصل بالله كالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسائر الاولياء الصالحين. الكلمه لها طاقه عظيمه ولذلك القران الكريم حينما يتكلم عن الكلمه ويصف اثر الكلمه يصفها بانها قد تصل في اثارها الى عنان السماء ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء اذا الكلمة الطيبة الكلمة التي تكون لوجه الله لها طاقة عظيمه قد يصل اثارها الى عنان السماء وهذا ما حصل في حركة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلمه اطلقها الامام الحسين حينما رفض بيعة يزيد بن معاوية مثلي لا يبايع مثله ها فإذا الإمام سلام الله عليه هذه الكلمة هي منطلق حراكه ومشروعه ولذلك هذه الكلمة أثرت أثرها أه؟ وحتى يعني نخرج من المبالغات اللفظية أضرب لك بعض الأمثلة حتى تعرف أثر الكلمة أه؟ نحن قبل أشهر لاحظنا كلمة صدرت من إنسان مظلوم هذا الأسود المعروف جورج فلويد في أمريكا حينما حصل ذلك الموقف، فصدرت منه كلمة تنم عن حالة مظلومية عاشها هذا المسكين، أي كان بريث. أنا لا أستطيع التنفس. وإذا بهذه الكلمة، لأنها صدرت في ظرف مؤثر وفي حالة مظلومية، حركت ملايين الناس وعلى مدى أشهر في المجتمع الأمريكي بل وامتدت إلى المجتمع الأوروبي. إذن الكلمة في الواقع. إذا صدرت في حالة مظلومية تؤثر وأثرها يكون بالغ جدا، وإذا أردنا أن نفلسف المسألة فلسفة عقلية ها شلون يعني الكلمة تكون مؤثرة؟ نطرح عدة مقدمات لبيان تأثير الكلمة وكيف أنها قادرة على تغيير الأحداث وقادرة في بعض الأحيان على صنع متغيرات تاريخية حاسمة ها هنا في الواقع عده مقدمات تبين فلسفه هذه النظريه المقدمه الاولى ان علماء المعرفه وعلماء الاجتماع ايضا يقولون بان اساس سلوكيات الفرد هو جهازه المفاهيمي يعني المنظومه الفكريه التي يحملها الفرد انت سلوكك وليده افكارك اذا كانت الافكار التي يحملها الانسان افكار خيره مليئه بالايمان مليئه بالتقوى مليئه بالعمل الصالح مليئه بالخير لا ريب ان السلوك يكون سلوكا خيرا لان السلوك هو في الواقع نتيجه تقاطر هذه الافكار وهذه الالفاظ في صوره سلوك عملي يعني الافكار حينما تختمر في ذهن الانسان تتقاطر الى قلبه كما يقول علماء الاخلاق والى ارادته وتخرج في صوره سلوكيه فالانسان الذي يمتلك افكارا خيره سلوكه يكون خير وعلى العكس الانسان الذي يمتلك افكار شريره مليئه بالمكر مليئه بالخداع مليئه بالشر لا ريب ان سلوكه يكون ايضا سلوك شرير الانسان الذي يمتلئ بمفردات من قبيل الورع والتقوى من قبيل التوبه والانابه الى الله تشوفه يتوب ويؤوب الى الله بينما ذلك الانسان الذي يمتلك افكارا وخيالات مليئه بالمعصيه كل ذهنه مشغول بالافكار والخيالات الفاسده النظره المحرمه ارتكاب القضايا الغرائزيه الشهويه طبيعي يكون سلوكه غارق في الشهوه وهذا المعنى لا ينطبق فقط على الفرد وانما ينطبق على المجتمعات المجتمع الذي يمتلك ثقافه تحرريه كالمجتمع الغربي اليوم من الطبيعي ان تصبح سلوكه سلوكات تحرريه سلوكات تشجع على الغرائز وتشجع على اللذائذ الماديه واللذائذ الدنيويه البحته بل ويحصرون السعاده فقط وفقط في الملذات الدنيويه بينما المجتمع الذي يمتلك ثقافه مرتبطه بالدين، مرتبطه بالايمان بالله واليوم الاخر ويرى السعاده الصحيحه والسعاده الحقيقيه هي السعاده الاخرويه، تجد سلوكه مرتبط بالعالم الاخر، يعمل عمل صالح، يعمل اعمال ينتظر ثوابها في العالم الاخر، وبالتالي نحن نقول ان الامه الاسلاميه ما دامت ثقافتها متصله بنبعها الصافي وهو القران، ورساله النبي المصطفى صلى الله عليه واله فستبقى سلوكيات الامه سلوكيات موزونه ومتصله بالدين ومتصله بالقران. اما اذا تاثرت بالثقافات الوافده والثقافات الوافده قائمه على حاله من التحرر من الطبيعي ان المجتمعات الاسلاميه يتحول سلوكها ايضا الى سلوك تحرري، النتيجه تتبع المقدمات، اذا فهذه المقدمه تقول بان منطلق سلوك الافراد وسلوك المجتمعات هي المنظومه الفكريه والافكار التي تسكن في الذهن زهن. المقدمه الثانيه أنه أحيانا تحصل نقلات نوعية في سلوك المجتمع نتيجة تغيير المنظومات الفكرية التي تمتلكها هذه المجتمعات وهذا المعنى في الواقع أول من أكد عليه عالم ياباني مسلم اسمه توشيكو وزيتسو هذا العالم المسلم اللي في الواقع من المستبصرين ويمتلك ثقافة لغوية واسعة هذا الرجل عالم ألسنيات ضخم يعني يجيد ثلاثين لغة وألف كتب في القرآن الكريم من أهمها كتابه الله والإنسان في القرآن هناك يشير إلى أهمية المنظومات الفكرية ويختصر مشروع القرآن ومشروع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أنه غير المنظومة الفكرية ومنظومة المفردات التي تسكن عقلية الفرد العربي والفرد المكي هذا كل ما حصل حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله أن النبي نقل المجتمع المكي من منظومة ثقافية وفكرية يؤمن بها قبل البعثة منظومة مرتبطة بالوثن مرتبطة بالشرك مرتبطة بالربا مرتبطة بالعصبيات القبلية مفردات مرتبطة بالعبودية للأفراد أه؟ إجا النبي صلى الله عليه وآله وغير هذه المنظومة الفكرية وأوجد منظومة فكرية محورها التوحيد تتمحور حول وحدانية الله تعالى وحول الإيمان الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر فيقول هذا المفكر أوزيتسو أن ما أحدثه النبي صلى الله عليه وآله من نقل نوعية في المجتمع المكي هو أنه غير الجهاز المفاهيمي للعقل المكي في ذلك العصر زين هذه أيضا مقدمة مهمة جدا المقدمة الثالثة وهي التي ترتبط بنظريتنا أن تغيير المنظومات الفكرية للمجتمعات وتغيير المفردات الفكريه للعقول مفتاحها الكلمه الكلمه اذا كانت مركزيه وتختصر رساله ومشروع كامل قادره على ان تغير المنظومه الفكريه للمجتمع وبالتالي تغير سلوك المجتمع ولهذا يقول هذا الباحث انما جاء به النبي صلى الله عليه واله اختصر في كلمه قولوا لا اله الا الله تفلحوا انا اضافه مني هذه هذه الكلمات النبي صلى الله عليه واله اذا كيف احدث تغيير في المنظومه الفكريه عند المجتمع المكي عنوان مشروعه كلمه واحده قولوا لا اله الا الله تفلحوا اذا مفتاح التغيير قد يختصر في كلمه وهذا ما حصل مع الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الامام الحسين قاد مشروعا ضخما مشروع اثر في الامه برمتها لكن مفتاح هذا المشروع كلمه ولذلك كان الامام الحسين سلام الله عليه حريص على كلماته لا يطلقها جزافا آه روايه يرويها الطبري عن عقبه بن سمعان يقول عاصرت الامام الحسين من حين خروجه من المدينه الى ان استشهد في كربلاء، هذا عقبه بن سمعان كان مولى وخادم للرباب زوجه الامام الحسين سلام الله عليه وكان لصيق بالامام الحسين، يقول انا عاصرت الامام الحسين من حين خروجه من المدينه الى ان استشهد ولم اسمع منه هذه الكلمه التي يتداولها الناس أنه قال اتركوني أمضي إلى ثغر من الثغور أو أنزل على حكم يزيد، يقول أبدا الإمام الحسين ما قال هذه الكلمة، مما يعني أن الإمام الحسين كان حريص على أن تبقى الكلمة المؤثرة والتي تكون عنوانا لمشروعه قوله مثلي لا يبايع مثل يزيد بن معاوية، هذا الموقف الذي انطلق منه الإمام الحسين حينما وقف أمام الوليد بن عتبة وهذا الموقف اللي يختصره لنا الاديب المصري عبد الرحمن الشرقاوي في نصه الادبي المسرحي الجميل الحسين ثائرا والحسين شهيدا هذا النص اللي مع شديد الاسف لم يترجم الى عمل مسرحي بسبب بعض الخلافات التي وقعت بين هذا الاديب وبين الازهر هناك يصف لنا الشرقاوي موقف الامام الحسين مع الوليد بن عتبه حينما رفض البيعه ويعطي مقطوعه ادبيه رائعه تصف لسان حال الامام الحسين، الامام لم يقل هذا الكلام لكن حاله في ذلك الموقف كانه يقول هذا الكلام، يقول الشرقاوي الوليد قال للامام الحسين يا ابا عبد الله بايع انما هي كلمه انت انك تقول بايعت يزيد وينتهي الامر. فلتقلها بايعت واذهب بسلام لجموع الفقراء فالحسين سلام الله عليه انتفض غضبانا كبرت كلمه وهل البيعه الا كلمه ما دين المرء سوى الكلمه ما شرف الرجل سوى كلمه ما شرف الله سوى كلمه مفتاح الجنه في كلمه دخول النار على كلمه وقضاء الله هو الكلمه الكلمه لو تعرف حرمتها زاد مذخور الكلمه نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم فيها النبل البشري الكلمه فرقان بين نبي وبغي بالكلمه تنكشف الغمه الكلمه نور ودليل تتبعه الامه عيسى ما كان سوى كلمه أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين الكلمة زلزلة الظالم الكلمة حصن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة لاحظوا هذا النص الجميل الذي فعلا يبين لنا كيف أن كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم مباي في يوم رفضه لبيعة يزيد بن معاوية كانت هي المنطلق لهذا المشروع الحسيني الكبير وكما قلنا هذا المعنى يختصره القرآن، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذا فهذه النظرية، النظرية الثالثة تقول بأن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه ثورة كلمة، النظرية الرابعة يمكن القول ايضا بان هناك وجه اخر من وجوه الحاله الثوريه الحسينيه نصفها بانها ثوره القيم والمبادئ الاخلاقيه، شلون؟ هذا ايضا يحتاج توضيحه الى مقدمات. المقدمه الاولى ان القيم التي تسكن في خلد الانسان تمثل سلطه من السلطات التي تتحكم في الانسان، أه؟ يعني اذا اردنا ان نوضح هذا اكثر الإنسان يعيش في حياته الاجتماعية وأمامه سلطات عديدة السلطة السياسية من جهة السلطة الاجتماعية ها؟ الإنسان لا يستطيع أن يخترق المجتمع ولا يراعي أعراف المجتمع وعادات المجتمع إذن فهناك سلطة اجتماعية تمنع الإنسان وتردعه عن القيام بكثير من الأمور التي تخالف العرف الاجتماعي هناك ايضا سلطه الوعي والمعرفه الانسان كلما زاد وعيه وزادت معرفته يمتنع عن كثير من الامور عكس الانسان الجاهل الذي يخوض في كل شيء اذا سلطه الوعي هذه سلطه ايضا مهمه الصنف الثالث من اصناف السلطات سلطه القيم الاخلاقيه شلون الانسان كلما امتلك قيمه اخلاقيه ومبدا اخلاقيا منعه عن ممارسات معينه، لاحظوا مثلا سلطه الورع ها؟ وهذه السلطه احيانا نعبر عنها بالسلطه الدينيه الرادع الديني واحيانا نعبر عنها بالسلطه المبدئيه المبادئ والقيم الانسانيه والاخلاقيه التي جاء بها الدين، الدين مبادئه كلها مبادئ انسانيه، مبادئ فطريه زين فمثلا سلطه الورع تمنع الانسان عن الاقدام على كثير من المحرمات. القران يختصر لنا مشهد يوسف الصديق عليه السلام حينما راودته زليخه بان الرادع الذي منع يوسف انما هي سلطه الورع العصمه التي كان يمتلكها يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي اذا هناك رادع ردع يوسف عليه السلام من ان يرتكب امرا يكون فيه خيانه لمن رباه وهو عزيز مصر أه؟ اذن سلطه الورع تمنع الانسان عن الاقدام على كثير من الامور التي تتنافى مع حقيقه الورع وبالتالي نقول كل قيمه اخلاقيه لها سلطه الامانه لها سلطه تمنع الانسان من الخيانه الصدق له سلطه يمنع الانسان من الكذب وهكذا كل قيمة أخلاقية الحلم له سلطة يمنع الإنسان من التسرع الشجاعة لها سلطة تمنع الإنسان من التهور وهكذا إذا فالقيم الأخلاقية تمتلك سلطات تمنع الإنسان من الإقدام على كثير من الأمور ما حصل في ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه أنه رب ثل من المؤمنين المحيطين به وهم من خرجوا معه من المدينه او من مكه او من التحق به في الطريق هذه الجماعه الصالحه التي استشهدت بين يديه رباهم على قيم اخلاقيه جعل هذه القيم الاخلاقيه تتفجر منهم على طوال مسيره مشروعه الى ان استشهدوا في يوم عاشوراء. فاذا ما احدثه الامام الحسين انه نقل مراكز السلطه من التاثر بالسلطه الاجتماعيه والسلطه السياسيه التي كانت سائده في عصر يزيد بن معاويه والتي كانت تشيع الظلم والفساد الى سلطه القيم الاخلاقيه فراينا هذه الثله الصالحه التي معه تتفجر قيما اخلاقيه يتفانون في سبيل نصره الامام الحسين ايثار وتضحيه فاذا الامام الحسين نستطيع ان نقول بان ثورته ثوره قيم اخلاقيه نظريه ايضا خامسه ثوره الامام الحسين يمكن ايضا توصيفها بوجه من الوجوه بانها ثوره ذات شلون يعني ثوره ذات هذا معنى عرفاني يطرحه بعض العرفاء يقولون الانسان في داخله يمتلك طاقه معنويه عظيمه ها؟ الطاقه الروحيه الطاقه الاخلاقيه، الطاقه الدينيه، طاقه الارتباط بالله جل وعلا، طاقه الايمان. هذه الطاقه عظيمه جدا وهائله لو خلي الانسان وايمانه، لكن ما الذي يحصل؟ تجي الشهوه تقيد هذه الطاقه الايمانيه، تجي الغرائز تقيد هذه الطاقه الايمانيه، تجي المطامع الدنيويه تقيد هذه الطاقه الايمانيه. فاذا نجح الانسان في تحرير تلك الطاقه الايمانيه يصل الى مقامات عظيمه من القرب بين يدي الله تعالى وبتعبير مني، هذه الطاقه الايمانيه اذا اردنا ان نوصفها بتوصيف علمي فيزيائي تشابه الى حد كبير ما يعبر عنه في الفيزياء بالطاقه النوويه او الطاقه الذريه، شلون هذه الذره الصغيره تستطيع أن تفجر بلد بمساحة هيروشيما أو ناجازاكي أو بمساحة بيروت هذه الطاقة تحصل إذا تحررت النواة من القيود التي تقيدها فإذا تحرير الطاقة تجعل هذه الطاقة هائلة هذا أيضا يحصل مع الإنسان إذا حرر نفسه من قيود الشهوة وقيود الغرائز وقيود المطامع الدنيوية وهذا ما حصل مع الحسين وأصحابه في يوم عاشوراء حينما حرر الإمام الحسين من كان معه من هذه الغرائز وهذه الشهوات الدنيويه، على على عكس المعسكر الآخر، معسكر عمر بن سعد كان غارقاً في الشهوات والمطامع الدنيويه، إذا فنستطيع أن نقول بأن ما حصل في يوم عاشوراء على يد الإمام الحسين أنه تثوير وتفوير للذوات التي كانت معه. فيمكن القول بانها ثورة ذات. نظرية سادسة واخيرة يمكن ان نقول بان ثورة الامام الحسين ثورة شهادة، شلون ثورة شهادة؟ الشهادة لها اثر عظيم على الامم لكن لم نجد شهادة لها اثر عظيم في تاريخ الامم كشهادة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني ان شهادة الامام الحسين حصل فيها نقلة في مفهوم الشهاده لا نجده في التاريخ الذي سبق الامام الحسين، وهذا ما نعبر عنه بتثوير الشهاده. كيف استطاع الامام الحسين سلام الله عليه ان يحشد الكثير من المؤثرات، وهذا ان شاء الله ما سنبينه في المحاضرات القادمه، كيف اختصت شهاده الامام الحسين بخصائص كثيره جعلت الشهاده الحسينيه هي هي كشهاده شهاده ثائره، الى اليوم اثر هذه الشهاده يعم الدنيا بمن فيها، واثر خالد لا يمكن ان ينتهي اذا يمكن القول اذا اردنا ان نجمع كل هذه النظريات في كلمه واحده ان ثوره الامام الحسين ثوره شهاده ولذلك تتعجب من حاله التفاني والتضحيه والرغبه في الشهاده عند اصحاب الامام الحسين سلام الله عليه يريدون ان يفنون كل نفس في خدمه الحسين او في حق الحسين ها مسلم ابن عوسجة لم يبق منه الا رمق من الحياه، يجي لحبيب ابن مظاهر لولا انني في الاثر لاحببت لا ان توصي فيشير اليه، يجي حبيب يقترب منه يقول له حبيب اوصيك بهذا، يعني حتى هذا النفس ما اراد ان يضيعه الا في خدمه الحسين وفي التفاني في حق ولي الله، واضح التركي ياتي الامام الحسين فيضع خده على خده وبه رمق وإذا به يريد هذا النفس أيضا يحتسبه في وجه الله ويبين أنه حتى هذا النفس يريد أن يبذله في خدمة الحسين وفي نصرة الحسين من مثلي وابن رسول الله يضع خده على خدي ولذلك كان اصحاب الحسين يتلهفون للشهاده حبيب بن مظاهر سلام الله عليه كان يترقب كتابا ياتيه من الامام الحسين كما ذكر الدوربندي في الروايه التي تفرد بنقلها في كتابه اسرار الشهاده كان حبيب ينتظر كتاب من الامام الحسين جاءه هذا الكتاب تقول هذه الروايه التي ينقلها الدوربندي وكان حبيب في بيته فجاءه ابناء عمومته قالوا له حبيب سمعنا ان هناك كتاب جاءك من الحسين ولكن الحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين فاراد حبيب ان يجاريهم ويتقيهم حتى لا ينكشف امره فسكت ففهموا ان حبيب لن يمضي الى كربلاء زوجه حبيب كانت خلف الباب تسمع المحاوره فلما دخل حبيب عليها قالت حبيب اصحيح انك تترك نصره الحسين في كربلاء أراد حبيب أن يمتحنها فسكت فأخذت تنخيه: يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته. أبيات لملا عطية يصف فيها هذا المشهد يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلاء يقولون ضال محصور بهله واخوته بكربلاء يقولون شبل المرتضى حط الخيام ما لنا صر يا حبيب أو عندها أطفال وحرام وإن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام ترضى لي بالخدور وحسين تهتك نسوته ظلت تنخي وتخميش للخدود مفرعة إن كان ما تنهض بهم وتطب ذيك المعمعة جيب لعمامه يا بين عمي وخذها المقنعة وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته صاح ما يحتاج النخوات بطل من الحنين وانا عبد ابن البتوله عبد أمير المؤمنين ذاب قلبي ذاب 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 قلبي من اسمعيت في كربلاء خيم حسين واسمعي يقولون جيمان الاعادي حاطته اجركم الله عزم حبيب على المضي الى كربلاء وما هي الا ساعات واذا به يصل الى كربلاء خرج بنو هاشم في استقباله يتقدمهم ابو الفضل العباس وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربله طلع عباس البطال باولاد اخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا جاء حبيبي الى الحسين جثى على ركبته بين يدي أبي عبد الله قال له سيدي لي إليك هدية إن تنفست علي بقبولها لا أشقى أبدا وما هي هديتك يا حبيب قال روحي التي بين جنبي قم يا حبيب قبلت الهدية زينب في الخيمة وتسمع صوت فرح واستبشار أرسلت إلى علي الأكبر ما الأمر قال لها لقد قد عمنا حبيب قالت حبيب وصل قال بلى قالت أبلغه عني السلام جاء الأكبر وبلغ حبيبا سلام زينب يقول بعضهم لم يتمالك حبيب نفسه فأخذ يحث التراب على عمامته وهو يقول من مثلي وتسلم علي فخر المخدرات زينب استأذن من الإمام الحسين ليسلم عليها فأذن له. جاء من خلف الخبا السلام عليكم يا اهل بيت النبوه ومعدن الرساله السلام عليك يا زينب اهل لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع يطوف بك في السكك والأسواق خرجت زينب مؤتزرة بإزار أمها الزهراء من خلف الخباء وعليك السلام يا حبيب نعم نعم بمثل ذلك أخبرني ابن والدي لكن لي إليك وصية يا حبيب ما هي وصيتك يا زينب حبيب الله الله في الغريب يا بمحل كم يا اهل الشيم هذا محلكم ما هي ناس بيكرم منكم تخلون بالشده حرمكم